افضل الانطلاقات والتحديات على ارضية هذا الميدان، ميدان المرموم تحت ميادين السباقات، بانطلاقات الاسماء الكبيرة وتحديات الشعارات المتميزة الحاضرة على ارضية هذا الميدان، الباحثة عن الفوز، الباحثة عن الانتصار لتحقيق ناموس من أرضية هذا الميدان في مهرجان سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم في هذا الملتقى التراثي الذي يستقطب وأيضا يأتي بالأسماء الكبيرة المتوافدة على أرضية هذا الميدان. مرحبا بجميع القادمين الحاضرين والباحثين عن الفوز والانتصار. مباشرة نبدأ مع المركز الأول، أبدأ مع الصدارة الأولى ليتعرف على مقدمة الشوط. وعلى المركز الأول يتقدم شعار الشحانية مع انطلاقة أيضا الياف الأول. على المركز الأول من تتقدم القادمة على المركز الأول هتان لهجن الشحانية، ويتقدم الذهبي سالم بن فاران المري من يتابع أبو جابر على المركز الأول على صدارة الشوط. المركز الثاني تتقدم فيه القادمة الشاهينية لهجن الرياسة، ويتقدم المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري يتقدم بهذه اللحظات. القادمة على المركز الثالث هبت العاصفة برياح وبانطلاقة الشاهينية القادمة لهجن العاصفة وقيات الهلالية يرافق الشاهينية. من رافق الأسماء الكبيرة يتقدم مع الشاهينية. المركز الرابع أيضا الشاهينية لهجن العاصفة ويتقدم قيات الهلالية. المركز الخامس وصلتنا أيضا الشاهينية لهجن الرياسة وسعيد بن مظفر العامري يتقدم بهذه اللحظات مع المسار المتميز. على المركز الخامس بهذا الانطلاق المتميز أيضا القادم التماس لهجن المرقاب، ويتقدم خميس بن سعيد القوشر الزرعي من يتابع التماس بو سعيد مرافقا للاسم الكبير مع المسار المتميز مع الاسم الكبير والاسم الرائع. أيضا القدوم تصلنا بهذه اللحظات التزام لهجن الشحانية، وجار الله بن عقيل من يتقدم البرنس في متابعة هذا الاسم. وصلت الأسماء والشعارات الكبيرة هملولة قادمة على المركز السابع أو الثامن لهجن الرياسة وسلطان بن محمد الوهيبي العملاق بالتضمير يأتي مع الاسم الكبير والشعار المتميز. أيضا القدوم مع الشاهينية لهجن الرياسة ويتقدم أيضا مع محمد بن عتيق بن زيتون المهيري يتقدم بو سعيد في المتابعة الكبيرة. أيضا الوصول من أفراح لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم، ويتقدم أيضا طارش بن مبارك بالقوبع يتقدم بالقوبع مع الشعار الكبير مع الشعار المتميز. من الجانب الآخر الوصول والقدوم بهذه اللحظات من قبل أيضا هملولة لهجن الرياسة، ويتقدم العملاق سلطان بن محمد الوهيبي في مرافقة الاسم الكبير. هذه العشرة المراكز الأولى، العشرة المراكز المتقدمة في هذه اللحظات المميزة مع الأسماء الكبيرة والشعارات المتميزة. أسماء مميزة وشعارات مميزة
الجائزة، تبحث عن الفوز والانتصار. أسماء لها وزنها وأيضا سجلاتها المميزة في عالمنا الكبير، في عالمنا المميز الذي يأتي مع الأسماء المتميزة الكبيرة. عودتنا إلى الصدارة، عودتنا إلى المركز الأول، إلى هتان، إلى هتان من تبرق وترعد على المركز الأول، وتتقدم هتان غادمة من الشحانية، غادمة بشعار هجن الشحانية، وأبو جابر سالم بن فران المري من يتابعها. أبو جابر الذهبي بالتضمير، الذهبي بالتضمير، ذهبي يتقدم على المركز الأول، يتقدم مع الصدارة، يتقدم على المركز الأول وعلى صدارة هذا الشوط. المركز الثاني الوصول والقدوم من الشاهينية، ويتقدم مع الشاهينية أيضا بشعار أيضا الرياسي محمد بن عتيق بن زيتون البهيري. وصلت هجن زعبيل مع مزنة، مزنة لهجن زعبيل بقيادة راشد بن محمد بن سعيد بن مروشد المتألق، المتألق بالتضمير، يتقدم مع الشاهينية، يتقدم مع الشاهينية مع هذا المسار المميز. أيضا القادمة على المركز الرابع والخامس بشعار العاصفة، بعاصفة الشعار الملكية، يتقدم غياث الهلالي في متابعة هذا الاسم الكبير. أيضا القدوم والوصول، وصلتنا أيضا بالشعار المتميز بشعار الرياسة مع الشاهنية، والراهي من يتابع انطلاقة هذا الاسم سعيد بن مظفر العامري، يتقدم من تألق مع هذا الشعار المتميز الكبير، تألق مع الشعار المتميز وأتى مع الشعار الكبير ليبحث عن الفوز والانتصار، ليقدم أسماء كبيرة، ليقدم لنا شعارات متميزة. أيضا وصلتنا القادمة بشعار أيضا الرياسة مع الشاهنية، محمد بن عتيق بن زيتون المهيري يتقدم بهذه اللحظات. والقادمة أيضا بهذه اللحظات هجة القادمة بشعار سيف اسمه الشيخ سيف بن خليفة بن سيف آل الهيان وسعيد بن مبروك الوهيبي بعملية التضمير، من يأتي بمرافقة الاسم. أيضا القادمة بهذه اللحظات وصايف، وصايف القادمة بشعار أيضا بشعار المتميز لسمو الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد الهيان ومحمد بن عبد الله بن ياعد الحميري، من يتابع الاسم الكبير. غادمة من ميدان التراث، غادمة من ميدان التراث، تبحث عن الفوز والانتصار. وصلت التماس لهجن المرقاب وخميس بن سعيد بن صالح القاشر الزرعي، من يتابع الاسم الكبير. وصلت الأسامي وتسللت الشعارات الكبيرة وتقدمت الأسماء، ولكن البداية، لكن البداية مع الذهبي، مع الذهبي يتقدم فران مع الشحانية على المركز الأول، ليقدم لنا هتان، ليقدم لنا هتان، وهتان من تتقدم على المركز الأول، من تتقدم على الصدارة بشعار هجن الشحانية وسالم بن فران المري، من يتقدم المركز الثاني. القادمة مزنة بشعار هجن زعبيل وراشد بن محمد بن مروشد، يتقدم بن مروشد في مرافقة الاسم الكبير. وصلت الأسامي القادمة أيضا هي التزام لهجن الشحانية، وجار الله بن محمد بن طالب بن عقيل النابت، من يتقدم مع الاسم المتميز. وصلت الأسامي وتقدمت الشعارات، والفوز والانتصار حاير مع الأسماء الكبيرة، حاير، حاير مع الأسماء المتميزة الباحثة عن الفوز، الباحثة عن الانتصار، لتبحث عن الناموس، لتبحث عن الانتصار. ولكن هتان
تسيطر على المركز الأول بسيطرة مميزة بسيطرة كبيرة، تسيطر على المركز الأول هتان لهجن الشحانية، وهجن الشحانية تسيطر على المركز الأول والثاني، ولكن هتان بمتابعة الذهبي سالم بن فران المري يتقدم مع المسار الأول، يتقدم مع المسار الأول. روح 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 مع المسار الأخير. تحركت الأسماء القادمة أيضا على المركز الثاني التزام لهجن الشحانية وجار الله بن محمد بن عقيل وباي، لكن القادمة لكن القادمة الله يا الشاهينية لهجن الرياسة ومحمد بن عتيق بن زيتون المهيري بالمتابعة بالتضمير. وصلت الرياسة، وصلت أيضا هجن الدشبة قادمة مع الشاهينية، الأسامي كبيرة والشو مميزة، ولكن الأمتار الأخيرة الثمانية متر الأخيرة، ولكن وين وين الفوز، وين وين الانتصار، وين باللحظات الأخيرة. ولكن الرياسة، الرياسة مع المركز الأول على الصدارة الأولى، راحت مع الفوز، راحت مع الانتصار. بنفا أيضا الشحانية تحركت، ولكن بن زيتون المجازف جازف المجازف جازف المجازفة إلى الفوز والانتصار، إلى الرياسة الفوز، إلى الرياسة الفوز. سلام للرياسة وهجنها. والنقطة السابعة والسادسة مع بن زيتون، مع أبو سعيد، مع بن زيتون. سلام يا الرياسة، سلام سلام بن زيتون، سلام على الفوز والانتصار، على تحقيق الشاهينية للمركز الأول. ساعة وصولها إلى خط النهاية معلن الفوز والانتصار. المركز الثاني اللي وصلت ايضا لهجن الشحانية مع ايضا سالم بفران المري. المركز الثالث هجن الرياسة محمد بن عتيق بن زيتون. المركز الرابع لهجن ند الشبر. المركز الخامس هجن الرياسة. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار لفوز الشاهينية لهجن الرياسة مع محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. والتوقيت الزمني ساعة وصولها الى خط النهاية معلنة الفوز والانتصار وناموسا على ارضية هذا الميدان. بالنقصة السادسة السابعة للرياسة والسادسة للمضمر المجازفة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. سلام بن زيتون، سلام على الفوز والانتصار. وأيضا التوقيت الزمني ساعة الوصول إلى خط النهاية، التوقيت الزمني 12 دقيقة و 32 ثانية وخمسة من الأجزاء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني اللي وصلتنا على المركز الثاني بالانطلاق المتميز وبالأداء المتميز هي أيضا هتان لهجن الشحانية. توقيت 12 دقيقة و 33 ثانية وأربعة من الأجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لسالم بفاران المري. المركز الرابع الثالث اللي وصلتنا لهجن الرياسة مع المضمر أيضا محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. توقيت 12 دقيقة 36 ثانية وفان وتمام. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار.